هل الأفضل أن أصلي سنة الفجر في البيت أو في المسجد؟ الأفضل في البيت، أفضل في البيت، ولكن قوله يتقدم للمسجد ويصلي الراتبة في المسجد، يتقدم ويجلس في المسجد أفضل من أنه يتأخر ولا يخرج إلا عند الإقامة ويصلي الراتبة. على حق الإمام، الإمام هو اللي يتأخر يصلي الراتبة في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما المأموم فالذي يستحب له أن يتقدم إلى المسجد وأن يصلي الراتبة تكفيه عن تحية المسجد، يجلس في المسجد.